يوم التنين منروح على خير على البنك، وبس أخذنا المصريات دغري منروح ومنشوف الدكان. منروح؟ إيه منروح، بس أنا لسه ما حكيت لمرتي. ليش؟ ممكن تعمل مشكلة يعني؟ يعني مشان ما تخاف وما تتوهم من هالشغلة ومن الحسابات وقرض البنك. يعني نحن بس لحتى نتنور، أنا بعدين بخبرها. مزبوط مزبوط. خير ما بتعمل أخي، النسوان بهالمواضيع بيتوهموا فوق العادة، وأنا كمان يلي عندي خلتني اندم على الساعة اللي حكيت لها فيها. إيه؟ لا روح أنا لكان. أهلا وسهلا أختي. وأنت كمان أهلين فيك بسال أفندي. هلأ قلت لزور أخي أطمن عليه أسأل عن حاله. ألف مبروك، قال خطبتوا بنتنا فريحة وعم تحضروا للحفلة. أنا رايح. بشوفك أخي. لكن تسكرت شغلة المحكمة؟ ايه تسكرت والله. يعني لو شفتهم كيف كانوا جايين. ايه ما عاد حلوة اشتكي تاني مرة بعد ما اعتذروا، ما هيك؟ والله حلال عليكي امي، كيف هيك خلتيهم يجوا لعندك؟ لك شو هاد يلي عم تعمليه؟ لا حبيبتي ما بصير هيك تجمعيهم. هيك بدك تلفيهم شوي شوي مثل اصابع الصبية، ليكي هيك ها؟ طلعي فيني؟ اختي انت بس تتجوزي انت رح تصير تحضري الاكل، ما هيك؟ عمر كود افتح الباب قوم. اهلين عمو خليل. مساء الخير. مساء النور. مساء النور، اهلا وسهلا ابني. تفضل يا ابني تفضل، خير ان شاء الله. لا بلا ما فوت بهالوقت، بكره محمد بده يفتح المحل، مشان هيك اجيت هلا وجبت له المفتاح. يسلم ودياتك فريحه خانو. شكرا. قال الطقس رح يكون حلو كتير بكرة. إذا بتسمحوا بدي أطلع مشوار مع فريحة خانو. شي بهالبيت مضيع عقله؟ حطي صوتك لسه الزلمه برا. اي يسمع انا بدي اياه يسمع، هي حياتي الي انا، ما لي حق اني قرر فيها او اني احكي. مليت من هالتخلف اللي انتم عايشين فيه. نحن باي عصر وين عايشين بقى؟ شو عم بيفكر حاله بالضيعه؟ راشده انا راشده. هلا اذا بفتح الباب وبطلع ما حدا بيقدر يرجعني ولو شو ما صار يصير. ولك انت كيف بتحكي هيك وليه؟ كيف بتحكي هيك؟ ما حدا له حق يتصرف هيك ابدا. ما حدا له حق انه يتحكم بحياتي بنوب. عجبك اللي عملتي لك بنتي؟ ليكي رد راح وطبش الباب ورا. لكان نحن متخلفين مو؟ هيك بدك تغيري رأي أبوك المتخلف؟ عيب عيب كتير.
ليش عم تطلع هيك؟ راحوا؟ راحوا. زهرة؟ نعم رضا. أنا ما برجع عن هالشغلة. ما فيني أرجع. بس هالشغلة ما بتصير إذا أنت مو موافقة. إذا البنت ما خفق قلبها، وإذا أنت يا زهرة مالك رغبة بهالشغلة، يعني هالشغلة إذا مبين ما رح تصير، حتى ما بعدين نندم ونروح نضرب رأسنا بالحيط، منروح ومنحكي معهم ومنسكر كل هالدفتر. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.